أجواء صيفية معتدلة في عامة مناطق المملكة، ولكن طقس حار في الأغوار والعقبة وطقس لطيف ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تستمر الأجواء الصيفية اللطيفة في معظم مناطق المملكة، وتكون الأجواء أيضا لطيفة في ساعات الليل، وتكون مناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله. وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة في الواردة لدي في مش ما حبيتهاش ما حبيتهاش مساء الخير. إذا تبقى الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة وصيفية معتدلة مساء الخير. إذا تبقى الأجواء صيفية معتدلة في عامة مناطق المملكة، وتكون حارة نسبيا وشديدة الحرارة في مناطق الغور والبحر الميت. أما فيما يخص ساعات الليل، فمنتوقع أن تكون الأجواء لطيفة ومناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية. وللتفاصيل نشاهد هنا خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، لنجد أن الأجواء يوم الثلاثاء كانت لطيفة نوعا ما، يوم الأربعاء تكون الأجواء أيضا لطيفة ومعتدلة، ولكن مع بعض الارتفاعات على المناطق الجنوبية في درجات الحرارة. نلتقط سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. أجواء صافية، تكون درجة الحرارة 20 درجة مئوية، وسرعة الرياح متوقع أن تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، كما نشاهد درجات الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة مئوية، لتكون لطيفة معتدلة في العاصمة عمان. أما ليلا تتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة مئوية، وأجواء صافية ومناسبة كما ذكرنا سابقا لأغلب الأنشطة الخارجية. إذا ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، 31 نهارا إلى 19 ليلا في المفرق، 32 إلى 17 في جرش، من 33 إلى 20 درجة مئوية، وفي عجلون من 31 إلى 18 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 28 إلى 19 في الزرقاء، من 31 إلى 20 في البلقاء، من 29 إلى 20 درجة مئوية في مادبة، 28 إلى 20، وكما ذكرنا سابقا في البحر الميت أجواء شديدة الحرارة من 38 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. جنوبا في الكرك 29 إلى 19 في الطفيلة، من 28 إلى 19 في معان، من 30 إلى 20 درجة مئوية في جبال الشرى، من 26 إلى 17 درجة مئوية، وفي العقبة أجواء حارة من 38 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في المناطق الشرقية الويشد أجواء حارة من 37 إلى 20 في الصفاوي، من 35 إلى 19، وفي الأزرق من 36 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.